السلام عليكم. لم تكن سقطرى هي بوابة الأزمة اليمنية الإماراتية، لكنها كانت التكثيف الصريح لجوهر الأزمة. فدعوة الحكومة لقيادة التحالف إلى دراسة أزمة سقطرى باعتبارها انعكاساً للخلل الذي يشوب العلاقة بين الشرعية ودولة الإمارات يؤكد حجم التراكمات. يأتي هذا عقب قيام دولة الإمارات بإرسال 5 طائرات عسكرية تحمل معدات وجنوداً إلى جزيرة سقطرى وفرض طوق أمني على عدد من المنشآت الحيوية في الأرخبيل، منها المطار والميناء والدوائر الأمنية. تبدو المواقف متباينة بين الإمارات والحكومة التي أبدت موقفها الواضح مما يحدث، وإن لم يرقى لمستوى الجريمة كما يقول متابعون، إذ يرى الكثير أن على الحكومة أن تقوم بإجراءات قوية تظهر موقفها من الإمارات في كل المناطق المحررة، وتلزم الإمارات بمهمتها المحددة كواحدة من دول التحالف العربي. كون القضية واللحظة تستدعي الوقوف أمام هذا الاعتداء الذي يمس السيادة الوطنية واليمنيين، فهل على الحكومة استغلال الرفض الشعبي للخروج بقرار شجاع وموقف حازم أمام موجة العبث الإماراتية بحق اليمنيين لتصنيف ممارساتها ربما كسلوك احتلال وتصنيفها رسميا كدولة احتلال، خصوصا إذا ما أخذت في الحسبان مواقف عدد من الشخصيات الإماراتية المقربة من دائرة صنع القرار وتجاوزاتها التي أثارت سخطا شعبيا وإعلاميا في أوساط اليمنيين؟ حول هذه التناولات مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بمن ينضم إلي فيها مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام جميعا، حياكم الله أستاذ مختار. إذن مشاهدينا الكرام سنبدأ هذا النقاش في هذه الحلقة، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. جوهر الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له أن يمارسها، كانت هذه أبرز نقاط البيان الذي أصدرته الحكومة اليمنية من سقطرى ونشره رئيس الوزراء في صفحته. البيان دعا السعودية إلى إعادة تقييم الوضع الحالي وتصحيح الاختلالات التي تشوب العلاقة بين الحكومة والإمارات، لكن ما حدث ويحدث يبدو بعيدا عما تمنته الحكومة في البيان وما قبله. فاللجنة السعودية التي ذهبت إلى سقطرى لحل الخلاف بين الحكومة والإمارات عادت كما أتت دون تحقيق أي نتيجة، فهل يعد ذلك فشلا سعوديا في تدارك الأزمة أم غطاء لتسهيل مهمة الإمارات؟ مصادر حكومية قالت إن الرئيس هادي الذي لم يصرح حتى الآن وجه رئيس الوزراء بعدم مغادرة الجزيرة إلا بعد مغادرة القوات الإماراتية. الداعي إلى ذهابه هو المشاريع اللي أسستها الإمارات موجود، هو ذهب ليضع حجر أساس لمشاريع أوريدي موجودة. هذه رئيسة مركز أبحاث مقربة من صناع القرار الإماراتي تحتج على ذهاب رئيس الوزراء إلى إحدى المحافظات التي يفترض أنه يحكمها، وتقول إن زيارته هي سبب الأزمة القائمة، وآخرون يقولون إن الأمر محسوم وأن يقظة الحكومة المتأخرة لن تجدي. هذه التصريحات الإماراتية أثارت موجة استياء كبيرة من قبل اليمنيين الذين عبروا عن غضبهم بشكل واسع في المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل الأمر إلى نواة مقاومة مسلحة تتشكل في المهرة رافعة لافتات طرد الاحتلال الإماراتي. نعم للاستقرار، لا للاحتلال. المجتمع الدولي يتابع بصمت مريب الغطرسة الإماراتية في سقطرى واليمن ككل، حتى منظمة اليونسكو المهتمة بشؤون المحميات الطبيعية لم تصدر أي موقف يستنكر ما تقوم به الإمارات ضد الجزيرة وثرواتها الطبيعية التي تتعرض للعبث، بالرغم من أن مندوب اليمن لدى المنظمة قدم احتجاجا ضد هذه الممارسات وقال في تصريح له إن الجزيرة لا تحتاج لأي تواجد عسكري غير تواجد قوات الحكومة. إذن ثبات حكومي في سقطرى ورئيس حكومة يواصل مزاولة عمله في إحدى محافظات بلده، يقابل ذلك بعجرفة إماراتية لا تستند لشيء سوى رغبات الاحتلال والتوسع لدويلة اكتشفت نفسها مؤخرا وتريد أن تتجاوز قوانين التاريخ والجغرافيا. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب مجددا بضيفنا أستاذ مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا. إذن ما الجديد حول سقطرى أستاذ مختار؟ نعم، أنا أعتقد أنه لا يوجد هناك جديد، يعني العبث الإماراتي الذي رأيناه في سقطرى هو
كان بسبب أنه لم يتم حل مشكلة الانقلاب الذي تم في مدينة عدن ودعم الميليشيات التي هي خارج إطار الدولة. والانقلاب الذي تم كان هناك انقلاب متكامل، متكامل الأركان، انقلاب تم بدعم إماراتي ومدرعات إماراتية، تم بدعم أيضا من وسائل الإعلام الإماراتية، كان هناك تغطية عجيبة للانقلاب الذي تم في عدن، ولم يكن هناك حل للمشكلة. ذهبت اللجنة إلى مدينة عدن وتم تخدير الوضع في مدينة عدن، وتم تسليم بعض المعسكرات التي كانت تابعة للحرس الرئاسي، وتم ترحيل الملف. بالتالي ما يحصل اليوم هو نتيجة لكوارث الأمس، حينما لم يتم حل مشكلة عدن، وحينما لم يتم حل مشكلة الميليشيات المسلحة في شبوة، في حضرموت، في عدن، في معظم المناطق التي تم تحريرها. رأينا هذه الكارثة في سقطرى. اليوم لو لم يتم حل هذه المشكلة وحل هذه الكارثة التي حدثت في سقطرى، سنرى هذه المشكلة في شبوة، سنراها في الحديدة بعد التحرير في حال تم تحرير هذه المحافظة، سنراها في كل منطقة، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. نحن نقول أننا مع التحالف العربي، والتحالف العربي جاء من أجل هدف واحد، الهدف هو إعادة الشرعية وليس القضاء عليها. ما نشاهده اليوم في سقطرى هو محاولة للقضاء على شرعية رئيس الجمهورية وشرعية الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. بالتالي نقول الآن سقطرى، لماذا ذهبوا سقطرى؟ لماذا اهتموا بها اهتمام كبير منذ عامين؟ لا يوجد هناك حوثي ولا قاعدة ولا داعش، ولا يوجد كما يسمونه إخوان وغيرها. هي منطقة آمنة، أنا زرت محافظة سقطرى، لا يمتلكون حتى السكين للحرب وللإيذاء. منطقة آمنة، منطقة بعيدة كل البعد عن كل الإشكاليات والاستقطابات. قامت الإمارات بإرسال مندوب، وهو يسمى مندوب في سقطرى، هو الذي يتحكم بكل شيء في المحافظة. هذا المندوب هو الذي يحكم محافظة سقطرى تحت غطاء المساعدة الإنسانية. تحولت هذا الغطاء من مساعدة إنسانية إلى التحكم بالقرار داخل المحافظة، إلى شراء ولاءات، إلى محاولة تغيير المجتمع وتحريض المجتمع من ولائه للحكومة وللجمهورية اليمنية الذي هي أرض عزيزة علينا كيمنيين، إلى ولاء للإمارات العربية المتحدة. هل تعرف أخي العزيز أن حينما تريد أن تذهب إلى سقطرى أنك لابد أن تأتي عن طريق أبو ظبي وتأخذ الفيزا من أبو ظبي، وهي التي ترسل الطائرات إلى أبو ظبي؟ طيب، لكن أفهم من حد يعني من خلال حديثك أستاذ مختار، المشكلة ليست وليدة اللحظة، المشكلة كانت منذ السابق. إذن هناك نوع، كان ربما هناك من يقول أن هناك كان نوع من التغاضي عن دور الإمارات في سقطرى، والآن هناك تغير. لماذا إذن كان هناك هذا التغاضي إن صح؟ لم يكن هناك تغاضي، كان هناك محاولة لعدم الدخول بأي إشكالية مع التحالف العربي. نحن استدعينا التحالف الشرعي، استدعت التحالف العربي، استدعته من أجل هدف واحد وهو هدف سامي وكبير، ونشكر التحالف العربي الذي جاء من أجل مساعدتنا كيمنيين لاستعادة دولتنا من أنياب الميليشيات الحوثية، الذي هو يعتبر حتى هذه اللحظة هو العدو الأول لنا. لا يمكن أن تتحول أن 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 أن, أن, أن تكون هذه الإشكاليات مدخل لأن ننحرف ويكون لدينا أعداء آخر. العدو الأول هو الحوثي الذي هو انقلب على الدولة. فالحكومة الشرعية تتعامل بدبلوماسية، تتعامل بنوع من رد الجميل للتحالف العربي الذي جاء إلينا، لكن للأسف الشديد حينما تصمت تزداد الممارسات، حينما تقدم المصلحة العامة ومصلحة الأمة على بعض الانتهاكات والاختراقات تم التمادي. رئيس الجمهورية لم يصمت، من يقول أن الرئيس لم يتحدث والحكومة لم تتحدث والشرعية مقصرة؟ بكل تأكيد رئيس الجمهورية تحدث ولديه مواقف لكل ما يحدث، ولكن بعيدة عن الإعلام، لأن الإعلام يشكل مشكلة لدى الإخوة في التحالف العربي، خصوصا في المملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف العربي. بالتالي يتم حل هذه المشكلة تحت الطاولة. رئيس الجمهورية تقدم بخطاب قائد دولة المملكة العربية السعودية التي هي قائدة للتحالف العربي. هذا الخطاب يحتوي على 31 نقطة من نقاط الاختراقات التي تمت من قبل دولة الإمارات، منها تشكيل الأحزمة وتشكيل الميليشيات خارج إطار الدولة، أيضا منها محاولة بسط سيطرتها على جزر يمنية، منها جزيرة ميون. جزيرة ميون لم تكن الشرعية لديها علم أو تفاصيل عن ما تقوم به الإمارات، ولكن الأمريكان تقدموا للدولة وعرضوا صور من الأقمار الاصطناعية للشروع ببناء قاعدة عسكرية من قبل دولة الإمارات، بالتالي تم تقديم هذا الاعتراض. أيضا أحداث عدن كان هناك موقف صارم من رئيس الجمهورية، وكان هناك بيان من رئيس الجمهورية، ولكن أقول أنه من يطالب اليوم رئيس الجمهورية أن يخرج ويتحدث فقط
رئيس الجمهورية أنا أعتقد لن يخرج للحديث فقط. رئيس الجمهورية في حال وصل إلى طريق مسدود مع الإمارات ولم ينجح التحالف العربي وكذلك المملكة العربية السعودية في حل المشكلة، أعتقد أنه لن يخرج للحديث. رئيس الجمهورية ليس محلل سياسي، رئيس الجمهورية ليس أحد ممكن أن يتحدث عن قضية. رئيس الجمهورية حينما يخرج سيتخذ قرارات، وهذه القرارات ستغير من الخارطة، وهذه القرارات ستقلب الطاولة على الجميع، وهذه والخروج من رئيس الجمهورية حينما يخرج سيتم اتخاذ قرارات، وهذه القرارات الجميع يعرف هذه القرارات. طيب بالنسبة لليمنيين، هل علينا يعني هل على اليمنيين الآن الاكتفاء بتوضيحات بيان الحكومة بما يخص ما حدث في سقطرى؟ بالنسبة لموقف اليمنيين أنا أعتز كثيرا بموقف اليمني. اليمنيين وقفوا موقف أنا أعتبر أنه موقف مشرف حينما وقفوا ضد ما تقوم به الإمارات في جزيرة سقطرى. هو يعتبر موقف رجولي، موقف يعبر عن نخوة اليمن على أرضه. لا يمكن لنا كيمنيين لدينا حساسية من التدخل، ولدينا حساسية من يريد أن يفرض علينا أجندته، لدينا أيضا حساسية من يحاول أن يمتلك قرارنا السيادي. قرارنا السيادي بيد اليمنيين، لا نسمح لأحد، لا صديق ولا قريب ولا شقيق ولا أحد أن يتدخل بالقرار السيادي. القرار السيادي خط أحمر لا يمكن القبول بأي اختراق للقرار السيادي. بالتالي ما شاهدته أنا شخصيا من الناشطين في وسائل الإعلام من جميع الأحزاب السياسية، من جميع التيارات السياسية، الذين تحدثوا بكل شفافية، وهم كانوا من قبل متحفظين، البعض كان متحفظ، ولكن حينما حدث هذا الفعل الاستفزازي استفز الشعب اليمني، استفز جميع المكونات الشعبية، تحدثوا وعبروا عن رفضهم لهذا الإجراء الذي يعتبر إجراء مستفز لليمنيين. وهذا موقف أعتبرهم موقف قوي. بالعودة إلى سؤالك بالنسبة للبيان الحكومي، البيان الحكومي يوضح، بيان دولة رئيس الوزراء وضح القضية، وضح ما لم يكن موجود في السابق. يعني الحكومة كانت تحاول يعني أن تتحدث بكلمات مطاطية، تحاول أن لا تصطدم مباشرة مع دولة الإمارات، ولكن الإمارات هي التي جاءت إلى سقطرى، وهي التي اصطدمت مع الحكومة الشرعية، وهي التي أنزلت قوات مسلحة إلى جزيرة سقطرى. أنا أستغرب على تعليق لوزير الخارجية للشؤون الخارجية أنور قرقاش حينما تحدث أنه تربطنا علاقة اجتماعية وتربطنا علاقة أسرية مع مع ابناء سقطرى. بالتالي أنا أقول هل من المعقول أنه حينما تربطني علاقة مع طرف معين أرسل دبابة، أرسل مصفحة، أرسل طائرات محملة بالعشرات بالجنود، أرسل جنود يستولوا على المطار وعلى الميناء؟ هذا غير مقبول. هذا أعتقد أنه هذا التعليق أو هذا الحديث بحد ذاته هو استفزاز أكبر من استفزاز العسكر والجنود الذين نزلوا إلى جزيرة أو أرخبيل. يعني هذا التصريح لم يكن الوحيد، هناك أيضا ما شاهدناه في التقرير لتعليقات لمن يقال أنهم قريبين من دوائر صنع القرار في الإمارات، وهناك يعني يقولون لماذا تتواجد أساسا الحكومة في سقطرى؟ كيف وجدت مثل هكذا؟ نعم، بالمناسبة أنا كنت ضيف بنفس القناة بنفس القناة وبنفس البرنامج الذي تحدثت به الأخت ابتسام الكتبي. نعم، وتحدثت. أنا أعتبر أن هذا هو موقف الإماراتيين، موقف القيادة الإماراتية حينما تقول لماذا ذهب دولة رئيس الوزراء إلى سقطرى، وكأن هذه هي أرض إماراتية، رئيس الوزراء ذهب بدون تنسيق، هذه أرضنا. ويتحدث على أنه هناك تنسيق مع الأمريكان والبريطانية، ولم يتم ذكر الحكومة الشرعية، لأنهم للأسف الشديد ينظروا أننا تابعين لهم. نحن نقول لسنا تابعين. التحالف العربي لا يمكن له أن يكون بديل للشرعية، لا يمكن أن نقبل بالتحالف. التحالف جاء لمساعدتنا وللوقوف معنا، ولكن لا يمكن أن نقبل به أن يكون هو البديل للحكومة الشرعية، لا يمكن أن نقبل أيضا أن يكون هو من يتخذ القرارات. بالتالي هذه التعليقات التي شاهدناها والانفعالات الزائدة من قبل الإماراتيين على جزيرة سقطرى، سقطرى يمنية وستبقى يمنية، ولا يمكن للإمارات ولا لغير الإمارات أن تستولي على شبر واحد من الأراضي اليمنية. نحن رحبنا بهم كشركاء، لكن لن نقبل أن نكون تابعين لأحد، لا للإمارات ولا لغير الإمارات. بالتالي التشنجات التي حدثت هو بفعل الصدمة التي لم يكونوا يتوقعوها، لم يكونوا يتوقعوها أن ينهض الشعب اليمني بكامل تكوينته السياسية للوقوف ضد ما قاموا به في جزيرة سقطرى. أيضا هناك أنا أعتقد أنه سقطرى ليست الوحيدة التي يريدون السيطرة عليها. الإمارات أنا أعتبر أنها لديها أجندة خارج إطار التحالف. التحالف أعلن أهداف، من ضمن الأهداف إعادة الشرعية وإعادة الدولة والقضاء على التمدد الإيراني والقضاء على الحوثيين وغيرها من أهداف سامية وجميلة ورائعة ونحن معها.
لكن حينما تقوم سقطرة حينما تأتي عفوا الإمارات وتسيطر على ميناء عدن وتقوم بإهماله كما أهملته حينما كانت شركة مواني دبي في السابق هي مسؤولة على هذا الميناء، الميناء الهام، الميناء الاستراتيجي، الميناء الذي لو تم تشغيله أنا أعتقد أنه سيحل كثير من الإشكاليات المالية للحكومة اليمنية. أيضا حينما ذهبت إلى الساحل وحينما سيطرت على الممرات المائية ومضيق باب المندب هي تريد أن ترسل رسالة للمجتمع الدولي أنها أصبحت إمبراطورية كبيرة وأنها أصبحت تمتلك الممرات المائية في الصومال، في جيبوتي، في إرتيريا، في كثير من المناطق وأيضا في اليمن، وتسيطر على الممرات والمضايق المائية أيضا على جزيرة ميون، على المخا وغيرها من المناطق الاستراتيجية. بالتالي ليس سقطرة لكن سقطرة لأنها تعتبر منطقة استراتيجية وموقعها الاستراتيجي الهام هو الذي جعل من الإماراتيين يلهثون وراء الجزيرة ويحاولون أيضا بسط نفوذهم. هناك معلومات مؤكدة لدي أنا أنهم قاموا بالاستيلاء على مناطق مهمة جدا في جزيرة سقطرة ومحميات طبيعية ومحميات نباتية، وللعلم أن جزيرة سقطرة يوجد فيها الآلاف من النباتات التي لا توجد في أي مكان في العالم، يوجد فيها الطيور وأنا شاهدتها بنفسي في جزيرة سقطرة، منها العشرات التي لا يوجد إلا في جزيرة سقطرة. جزيرة سقطرة رمالها ذهبية، رمالها يعني من يشاهد سقطرة أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يشاهد نفس هذه المناطق الخلابة والأراضي الجميلة والمحميات الطبيعية والنباتية المتعددة. اليمنيون بكل تأكيد يعني يعتبرونها كنز، وهذا يفسر ردة فعل اليمنيين في كل مكان. طيب يعني في هذه النقاط تحديدا حول دور الإمارات والموقف من سقطرة إجمالا، دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ مختار رئيس دائرة الشباب في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الأستاذ نزار هيثم الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أهلا بك أستاذ نزار. أهلا مرحبا بك. حياكم الله أستاذ نزار. إذن يعني تصرفات جديدة، تطورات جديدة على المشهد اليمني، أنتم في المجلس الانتقالي كيف ترون لما يحدث في سقطرة من أحداث؟ طبعا المجلس الانتقالي لديه قنوات رسميه هي التي تتحدث باسم المجلس، واعتقد انه من المفترض ان يتحدث مع الناطق الرسمي. بصفتي الشخصيه ساتكلم بوضوح وهو صوت لكل الجنوبيين. الادعاءات الزائفه التي للاسف تقودها حملات اعلاميه منظمه من قبل جماعات الكل يعرف انها مرتبطه مع الاخوان المسلمين هي مناكفه سياسيه فقط لغرض التقليل من شأن التحالف العربي ودعم اليمنيين في سبيل دحر الانقلابيين، بدلا من ان توجه هذه الهاله الاعلاميه لدحر الانقلابيين. للاسف الكل يتفادى انها تتوجه باتجاهات اخرى وبالتحديد باتجاه التحالف العربي وباتجاه الجنوب. سقطرة للاسف كمحاوله فقط لجر الانتباه لقضايا فرعيه ليست هي التي يجب ان يركز عليها اليمنيون حاليا. في المنطق دول التحالف العربي مثلا المملكه العربيه السعوديه والامارات تبذل قصارى جهودها منذ 4 أعوام في تدين الدعم الشرعيه، ولكن هناك بعض الاطراف لا زالت تدعم الصين بطريقه غير مباشره في عمليه زرع الاخفاقات او زرع اضعاف القتاليه في المحافظات اليمنيه. يعني افهم من كلامك استاذ نزار انه ليست هناك مشكله من انزال قوات اماراتيه الى داخل محافظه سقطرة التي لا تواجه اي يعني ليست فيها اي مواجهات مع ميليشيات الحوثي التي تبعد عن اماكن المواجهات 1000 كيلومتر، يعني هذه المسافه كلها وليست هناك مواجهات، لماذا اذا هذه الانزالات؟ ما هو الموقف منها؟ هي ذاتها ما ايضا تتواجد ايضا في مأرب لحمايه الجوف ولحمايه هناك مواجهات في مأرب، لكن ليس هناك مواجهات في سقطرة. المنظومه التي تقودها قوات التحالف العربي منظومه لحمايه الاراضي اليمنيه من الاعتداءات الحوثيه، والكل يعلم ان مدى الصواريخ الحوثيه تصل الى الدول المجاوره، فما بالك الاراضي التي الكل يعلم انها تحت التهديد. سقطرة مثلها مثل عدن، مثلها مثل سعد، مثلها مثل الجوف، تحتاج الى ان تؤمن بحمايه من تلك الصواريخ التي للاسف تضرب الابرياء. فلماذا هذا الصراخ الذي يحدث؟ هنا هو علامه الاستفهام، يجب ان نعلم ان هناك طرف للاسف يعمل جاهدا لكي يدخل التحالف العربي، وهنا اقصد بالتحديد هو حزب الاصلاح الذي يعتبر احد اجنحه الاخوان المسلمين في اليمن. طيب دعني اوجه يعني نشك معنا يعني في هذه المناقشة أستاذ مختار رحبي. أستاذ مختار هو طرح على أنه هي حملات إعلامية منظمة
وجود القوات العسكرية أمر طبيعي. هل المسألة بهذه البساطة كما يتفضل السيد؟ أنا أستغرب من هذا الطرح، يعني أن يتم تبسيط المسألة. يعني رئيس وزراء يتواجد في جزيرة سقطرى، تأتي قوات بدون تنسيق ولا علم من الحكومة، بل بالعكس تم إبلاغ أبراج المطار بأنها طائرات مساعدات، فحينما وصلت هذه القوات طردت العاملين والضباط والجيش الأمن المتواجد والمسؤول عن حماية مطار سقطرى وطردتهم وقالوا أنتم في إجازة مفتوحة. بالتالي هذا تبسيط، وهذا أنا أعتقد مع احترامي للضيف أنه استغفال لأبناء اليمن. ما حدث هو أمر خطير جدا، ينذر بكارثة وكوارث قادمة إذا لم ننتبه اليوم، إذا لم يكن هناك موقف صارم من الحكومة ومن الدولة، وهي قد اتخذت مواقف، وإذا لم يكن هناك المواقف كبيرة، وأيضا إذا لم يأتي مساندة من قيادة التحالف العربي، فأعتقد أننا سنقع في كوارث قادمة. لكن يعني هل هذا التصعيد الموجود الآن فقط من طرف واحد بداخل الشرعية؟ يعني يتحدث على ربما يعني هناك حديث على الإصلاح الإخوان إلى يا أخي هذه شماعات، أخي العزيز هذه شماعات. يعني هل من المعقول أن الإصلاح هو الذي يدير الدولة وأن الإصلاح هو الذي يتحكم؟ يعني إذا قلنا أن مثلا الإخوان هو الذي يقود كل هذه الحملات، لكن سبب الأزمة يوجد هناك سبب، لا يوجد يعني الإمارات حينما أرسلت الجنود هذا سبب لابد ما يتناوله، وبالتالي ليس كل أبناء الشعب اليمني إصلاح. ونريد نؤكد أنه التجمع اليمني للإصلاح الذي يجعلون منه شماعة كبيرة جدا هو جزء من الشرعية، هو أيضا أعلن مساندته للدولة وهو جزء من الدولة، وقيادة الحزب هم مستشارين لدى رئيس الجمهورية، بالتالي هذه الشماعة الإخوان المسلمين وقطر وغيرها أنا أعتقد أنها محاولة لتبرير هذه الأفعال فقط. على الإمارة أولا أن تحترم سيادة البلد وأن أن 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 تلتزم بأهداف التحالف العربي، وأيضا ألا ترمي هذه الإشكال كل ما حصلت من مشكلة قالته الإخوان المسلمين وقطر والإخوانجية وغيرها من هذه الاتهامات. حينما حاول المتمردين في عدن الإنقضاض على الدولة قالوا هذه الإخوان، الصراع ليس مع الإخوان، الصراع هو مع الدولة. البيان الذي أصدره ليس التجمع اليمني للإصلاح الذي أصدره هو رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر. هل أحمد عبيد بن دغر إخوان؟ هل هو مدعوم من قطر؟ هذه اتهامات أعتقد أنها مقبولة، لا أعتقد. طيب أستاذ نزار، يعني الأمر ربما كثير مما يقول الأستاذ مختار، يقول كثيرون على حتى وسائل التواصل الاجتماعي صحف مواقع يمنيون من يتحدثون بهذا الغضب، وهم من أيضا وكالات أنباء عالمية تتحدث عن ذلك، الاندبندنت إلى آخر، واشنطن بوست أيضا. الأمر ليس مسألة يعني كما يقولون مسألة إخوة وإصلاح، المسألة مسألة سيادة وطنية كما قال بيان رئيس الوزراء. إذن هل الإشكالية بالنسبة لكم هذا الأمر مسألة السيادة الوطنية أم ماذا؟ طبعا ردا على الأخ العزيز الذي لا أعرف من هو بالضبط لأنه أرسل في الهاتف، يجب أن يعلم أن تواجد التحالف العربي أيضا موجود في الأراضي الشمالية ليست فقط في الجنوب، وبالتالي عندما ينادي بطرد التحالف العربي أو بالتحديد الإمارات أنا أتمنى أن يكون شجاعا يذهب إلى بارد ويقيم مظاهرة لطرد التحالف العربي مثلا إذا كان جادا بهذا الطرح. سؤالي أستاذ نزار حول من مسألة السيادة الوطنية الآن، أستاذ نزار سؤالي الآن حول مسألة السيادة الوطنية، هل هي يعني هل تمثل هي الإشكالية حول سقطرى؟ أنتم بالنسبة لكم هل المشكلة أن الحكومة الشرعية تريد سيادتها على مناطق تتبع لها قانونا؟ نحن لدينا قضية أخرى من 24 والكل يعلم هذا كجنوبيين، نحن لا نقبل تواجد أي عنصر من الأمن الشمالي في أراضينا الجنوبية، وهذا الأمر معروف للجميع. كان منذ 94 التواجد لمنظومة علي عبد المصالح والإصلاح معه كان شريكا في الأراضي الجنوبية، ومنع الجنوبيين من أن يكونوا هم من يقود الحماية في الجنوب أو يكونوا أعضاء في المعسكرات. هذه يعني أمر الجميع يعلمه، وبالتالي بعد 2015 تغير الوضع بعد دخول الحكم إلى عدن، ذهبت القوات الجنوبية والمقاومة الجنوبية وبالتالي طردت تلك العناصر الإنقلابية واستمر في دعمها للشرعية وأيضا للتحالف العربي في المناطق الشمالية. فمن الواجب عليهم أن يحترم الشرعيين وقرارهم في أراضيهم، لا يجب أن يتواجد أي عنصر غير عنصر جنوبية يحمي أرضه في الجنوب، وكذلك عليهم في الشمال أن يقاتل الحوثيين ويستولوا على الأراضي التي يسيطر على الحوثيين، ونحن سنحترمهم ونحترمهم إذا أرادوا ذلك، ولكن للأسف هم ليسوا جاهزين. يعني أفهم منك أستاذ نزار، يضغطون إعلاميا ضد الجنوبيين ويتركون التحالف يتواجد في المناطق الشمالية ولا يتكلمون عنه وإنه إن
انتهاك يعني افهم منك استاذ نزار انتم يعني كمجلس انتقالي كداعمين لهذا الموقف اذا لم تكن تريد تتحدث بصفه رسميه عن المجلس الانتقالي ليست لديكم مشكله في ان تحدث هذه استاذ نزار ليست لديكم مشكله في ان تحدث هذه يعني انتزاع مساله انتزاع سقطرى واخراجها من السياده الوطنيه اليمنيه ليست لديكم مشكله هذا الامر الا يمثل لكم احراجا امام أنصاركم ومؤيديكم أساساً؟ صياغة السؤال أساساً من افتراض خاطئ الافتراض الذي يزرعه الإخوان حالياً أن هناك إنتاج السيادة هو افتراض خاطئ ليس القوة التحالف العربي تتواجد في عدد تتواجد في عدد وأبيض وأطلالة وحرموت وشهوة تتواجد أيضاً في العربي الشمالي لماذا يذكر الانتهاز في السيادة فقط في فترة وتجاهلون تلك المناطق الأخرى؟ نعم التحالف العربي يجب ان لا يمكن احد للاسف هؤلاء ناشئين من جديد وهؤلاء للاسف يدعمون اطراف تحاول بقدر الامكان ان تضعف التحالف العربي وهذا ما الذي يحدث باذن الله الجنوبيين سيعملون مع التحالف العربي لدعم الشرعيه وايضا لتحرير المناطق الشماليه التي لا يراد لها ان تتحرر ويتم استهداف التحالف من قبل تلك الجماعات اللي للاسف تعمل لاجل قوى خارجيه أستاذ نزار أشكرك رئيس دائرة الشباب في الأمن العام المجلس الانتقالي كنت معنا عبر الهاتف من عدن على تواجدك معنا في هذه الحلقة إذن قبل أن أذهب للفاصل أستاذ مختار سأسألك حول هل هذه التبريرات التي تطرح مسألة الشماليين إلى آخره مقبولة في سياق ما يحدث من معركة نعود للنقطة التي قلتها أنت معركة أساساً في مواجهة الانقلاب والآن هناك هذه الإشكالات أولاً هذه اللي بتعد تنطلع على أحد أنهم لا يقبلوا الشماليين طارق والآلاف من الجنود التابعين لطارق موجودين في عدن باستقبال من أيدروس الزبيدي ومن شلال ويوفروا لهم كل الخدمات وأي واحد يعتقل في أحد نقاط الحزام الأمني يذهب القيادي الشلال والقيادة الكبيرة يذهبوا لإطلاق سراحهم بالتالي هذا لا أعتقد أنهم أظهروا أنفسهم للأسف الشديد أنهم يعملون فقط مع الإمارات العربية المتحدة وينفذوا أجندتها حينما طردوا أصحاب البسطات والبسطاء من الناس من أبناء المناطق الشمالية من عدن طردوهم لأنهم قالوا لا نريد أي شمالي وحينما خرج طارق عفاش استقبلوه بالأحضان وتم طرد الجنود الجنوبيين من معسكر بير أحمد وتم تسليمه لطارق بالتالي الحديث الآن عن شماليين وعن جنوبيين أنا لا أعتقد الجنوبيين الآن هم من يحكم المناطق الجنوبية لا يوجد مسؤول واحد شمالي في المناطق الجنوبية عدن بيد العدنيين شبوة بيد أبناء شبوة حضرموت بيد أبناء حضرموت معظم القيادات في الدولة هم جنوبيين رئيس الجمهورية جنوبي رئيس الوزراء جنوبي معظم الوزراء من الجنوب سفراء أهم دول في العالم أمريكا بريطانيا فرنسا دول الخليج سفراء اليمن نعم سفراء اليمن المتواجدين هم جنوبيين معظم الكادر الحكومي أصبح جنوبيا بالتالي هذه لا أعتقد أنها نغمة مرغوبة أنه الجنوب ونحن الجنوب نحن نعتقد ونؤمن أن هناك قضية جنوبية يتم حلها وتم مناقشتها في إطار الحوار الوطني ولكن لا تكون لا يتم رمي الكلام أنه الجنوب والشمال وغيرها اليمن ما تزال حتى هذه اللحظة دولة اتحادية أو دولة في إطار وحدة ومعترف بها في إطار الجمهورية اليمنية بالتالي في حال حصل الانفصال ممكن أن نتحدث عليها أما الآن نحن نتحدث عن يمن وسقطرة تحت إطار الجمهورية اليمنية وعدن وكل المناطق لكن من يديرها هم أيضا جنوبيين وليسوا شماليين طيب سنذهب إلى فاصل قصير أستاذ مختار بعده نستكمل هذا النقاش في هذه الحلقة مشاهدينا تفضلوا بالبقاء أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني يجدد الترحيب بك أستاذ مختار أهلا وسهلا بك يعني قبل قليل وصل بيان لوزير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإماراتية حول ما قالوا أنه جهود الإمارات في سقطرة يقولون فيه أنه عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استغراب هذا البيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي
والتصعيد الذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة لدعم اليمن واستقراره وأمنه. استهجنت الوزارة إقحام موضوع السيادة الذي يقول البيان أنه لا يمثل الواقع بصلة، خاصة في ظل ظروف الأزمة الحالية. يقول البيان أيضا أنه دولة الإمارات تدرك الدور الذي يقوم به الإخوان المسلمون ومن يقف وراءهم في هذه الحملات المغرضة التي تستهدف الإمارات والتي تعتبر ركنا من أركان جهود التحالف. يضيف البيان أن هذه حملات مغرضة يقودها الإخوان المسلمون، وما يتعلق بجزيرة سقطرى هي تأتي ضمن مسلسل طويل ومتكرر لتشويه دور الإماراتي. كذلك يتحدث على أنه في هذا السياق فإن دولة الإمارات تقوم بدور متوازن في جزيرة سقطرى اليمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المشاريع التنموية ومساعدة أهالي الجزيرة. ويأتي افتتاح رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغ لبعض هذه المشاريع ضمن هذا الإطار. يقول البيان إن الوجود العسكري الإماراتي في كافة المحافظات اليمنية المحررة بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ اليمن. ويقول البيان يؤكد أنه لا مطامع لدولة الإمارات في اليمن الشقيق أو أي جزء منه، وأن خطواتها التي تقوم بها في العديد من المحافظات اليمنية إنما تأتي دعما لأمن واستقرار اليمن. أخيرا يقول البيان أن دولة الإمارات تؤكد ضرورة التركيز في هذه المرحلة على التصدي للخطر الحوثي والابتعاد عن تشتيت جهود التحالف من خلال اختراق توترات جانبية غير واقعية تصب في مصلحة الحوثيين. أنا أرد على هذا البيان بعدة نقاط. النقطة الأولى، هل تقبل دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقوم دولة أخرى بإرسال طائرات عسكرية وتنزلها في عجمان، في أبوظبي، في دبي، في أي من الإمارات السبع؟ هل تقبل بأن تقوم دولة أخرى بإرسال جنود وتسيطر على المطار والميناء ولا تتحدث ولا تصدر بيان؟ الإمارات لا تصدر بيان بعد أن تقوم هذه الدولة. هل تقبل الإمارات أن تقوم دولة أخرى بدعم كيانات متمردة في عجمان، في أبوظبي، في غيرها، ورفع شعارات الانفصال من الدولة الاتحادية الإماراتية؟ لا أعتقد أنها تقبل. بالتالي لماذا الذي لا ترضاه لنفسك ترضاه لغيرك؟ صح وضعنا سيء ونحن في حرب مع يمنيين آخرين من ميليشيا الحوثي التي انقلبت على الدولة، لكن بالتالي لا يتم استغلال هذا الظرف من قبل الإمارات وتقوم بفرض أجندتها. تحدثت عن إقحام موضوع السيادة، تحدث البيان استهجنت الوزارة إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت للواقع بصلة. إذا كنت ترسل جنود وتقوم بإرسال طائرات ليس طائرة واحدة، أربع طائرات عسكرية، وترسل معدات عسكرية ثقيلة ومدرعات ودبابات إلى دولة أخرى بدون تنسيق مع الحكومة، ولا علم ولا اتصال ولا يعني حديث مسبق، وبعد ذلك تستهجن إقحام موضوع السيادة. تحدث أيضا عن دور الإخوان وقطر وغيرها. طبعا أنا لا أعتقد أن الموضوع متصل بالإخوان أو غيرها. إذا كانت هناك مشكلة، نحن في اليمن اتخذت الحكومة اليمنية موقف من موضوع قطر وقاطعت قطر، وإذا كان هناك أجندة لقطر فهذا موضوع آخر يمكن مناقشته في إطاره. قطر لم ترسل جنود إلى سقطرى لكي نتحدث عنها الآن، وقطر أيضا لم تقم هذا بالنسبة لهذا الموضوع. ما قالت أنه في ذات السياق فإن دولة الإمارات تقوم بدور متوازن في جزيرة سقطرى، هذا كلام عار عن الصحة. إذا كان المندوب الإماراتي المزروعي هو الذي يتحكم بكل صغيرة وكبيرة في جزيرة سقطرى، وهو الذي يعني حاول أن يقيل مدير أمن وأن يدعم مدير أمن آخر ومدير الأمن السياسي والأمن القومي وغيرها من الإدارات، هذا ليس عمل متوازن وليس عمل يمكن القبول به ولا يمكن القبول به. نعم، مشاريع تنموية هنا أيضا يعني نتحدث عن أن أكد البيان الوجود العسكري الإماراتي في كافة المحافظات المحررة بما فيها سقطرى ضمن مساعي التحالف العربي. التحالف العربي جاء من أجل إعادة الشرعية وليس الإضرار بالشرعية. تواجد الإمارات هو في المناطق التي فيها حرب وفيها جبهات، أما في المناطق الأخرى هو تواجد تحت لافتة الدعم الإنساني والتنموي فقط. بالتالي ما الداعي لإرسال هؤلاء الجنود، 100 أو 150 جندي موجود، ما الداعي لإرسال المدرعات، ما الداعي لإقحام هذه المنطقة التي هي آمنة والمفترض أن يتم إنشاء مشاريع استثمارية ومشاريع سياحية في هذه المنطقة بعيدا عن العسكرة. نحن قد سئمنا من العسكرة وسئمنا من الحرب وسئمنا من الميليشيات، بالتالي الآن هل تقوم دولة الإمارات بدعم هذه الميليشيات وإنشائها وتربيتها ودعمها بالرواتب ودعمها بالسلاح والأسلحة؟ والأسلحة التي حاصرت رئيس الوزراء في عدن في المعاشيق هي كانت إماراتية، وشلل شايع كان يلتقط صور السيلفي وهو في مدرعات إماراتية، وحينما كانت الكفة بيد الحرس الرئاسي في عدن
قامت الإمارات بإرسال مدرعات أيضا في السابق، وهي التي كانت بداية الأزمة مع الحكومة الشرعية حينما تمرد أبو قحطان في المطار وقامت القوات الحماية الرئاسية بمحاصرة المطار. قامت الأباتشي الإماراتية بدل أن تضرب الحوثيين قامت بقصف القوات الحماية الرئاسية، وكانت هناك بالمناسبة كانت هناك مؤامرة كبيرة على قوات الحماية الرئاسية، تم منع تسليحها وتم منع تدريبها وتم منع تأهيلها، وقيادات الحرس الرئاسي تم محاصرتهم وتم الاشتراط رسمي من قبل الإمارات بإخراجهم من اليمن، مهران القباطي وغيرهم من القيادات الحرس الرئاسي. يريدون أن تكون عدن فقط هي للقوات والميليشيا التابعة لها، يريدون القضاء على كل قوة لا تتبعهم ولا تتلقى الأوامر منهم، ومنهم طبعا كان الحماية الرئاسي، لذلك تم قصف المعسكرات. أريد أن أنوه على نقطة أخيرة هنا. تفضل. أكدت الوزارة في وزارة الخارجية في بيانها أن لا مطامع لدولة الإمارات في اليمن الشقيق. يعني أنا يعني لا أدري يعني ما التفسير إذن لهذه الخطوات؟ نعم يعني خارج إطار الشرعية. إذا كانت أنا سأوجد مقارنة فقط ما تقوم به المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. الإمارات حينما تقوم بتحرير منطقة من المناطق، لنأخذ مثلا منطقة محافظة عدن حينما تم تحريرها، تم تسليمها مباشرة لميليشيات الحزام الأمني الذي صدر قرار من رئيس الجمهورية بدمج كافة القوات والتشكيلات وكل المقاومين الذين قاوموا في معارك التحرير في الجمهورية اليمنية بأكملها. تم إصدار قرار جمهوري بإدماجهم، من يريد أن يذهب إلى الأمن ومن يريد أن يذهب إلى الجيش، إلا هذه القوات التي رفضت وتم تسمينها ودعمها وإمدادها بالأسلحة من قبل عدن. بالمقابل حينما تحررت مدينة ميدين وكانت هناك قوات سعودية مشاركة وقوات من أشقائنا في السودان، كان هناك الأمير فهد بن تركي كان متواجد في مدينة ميدين وسلم مدينة ميدين ورفع العلم الجمهوري وسلمها إلى المحافظ، وكان هناك احتفال من الجنود ومن القادة. بالتالي نقول أنه السعودية تحترم سيادة البلد، السعودية تدعمنا، السعودية نثق فيها أنها ما تزال حتى هذه اللحظة تدعمنا وتقف معنا وتحاول أيضا ألا تخسر الشرعية وألا تخسر الإمارات. طيب في هذه النقطة وقد تحدثنا عن السعودية، ما هو موقف؟ لأنه الكثير من الناس يتحدث على أنه لا يمكن لكل هذه الأمور أن تجري دون رضا المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة التحالف العربي، ما هو موقفها؟ دعني أكون معك صريح، أنا في السعودية ومتواجد في السعودية وأعرف حقيقة كثير من المواقف. المملكة العربية السعودية تعي الملف وحساسية الملف اليمني، وهي ليست وليدة اللحظة وهي راعية الملف اليمني، من الستينات وهي ترعى الملف اليمني وتعرف كيفية التعامل مع القبائل مع الدولة مع الجميع. بالتالي نقول أن المملكة العربية السعودية وقفت موقف مشرفة في أنها لبت نداء الدولة وقامت بإعلان التحالف العربي ودعمت الدولة وساعدت اليمنيين في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري، لكن الملف اليمني ملف متشعب وملف كبير وهناك ابتزاز من قبل الدول الغربية ومن قبل المنظمات الدولية. حينما يتم الحديث عن إخراج الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي، السعودية لا أعتقد أنها ستضحي وأنها ستقبل بخروج الإمارات. الإمارات يعني تقوم بمساعدة المملكة العربية السعودية في الملف السياسي، في الملف العسكري، في الملف الدبلوماسي، في الملف الدولي لليمن، وهي آخذة جزء من تبعات الحرب في اليمن. بالتالي حينما تخرج الإمارات من التحالف العربي سيكون الملف ثقيل على المملكة العربية السعودية في كافة الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. بالتالي نقول أن المملكة نحن نثق فيها كيمنيين وتربطنا معهم شريط حدودي كبير جو سياسي وجغرافيا متقاربة، نحن لا يمكن أن نغير المملكة من مكانها والمملكة لا يمكن أن تغير أيضا اليمن من المكان التي هو بجوارها. والمملكة العربية السعودية أيضا تتعامل مع الدولة باحترام وتتعامل بتوازن مع الملفات، لكن أيضا نحن نقول أنه في هذه القضية بالذات قضية السيادة الوطنية قضية ما حصل في سقطرى نطلب موقف منه. هل تكفي اللجنة التي حصلت؟ ما الذي فعلت اللجنة التي ذهبت إلى سقطرى؟ وهذه طبعا من ضمن المعلومات أنه في أثناء ما كانت تلتقي مع دولة رئيس الوزراء كانت هناك طائرة عسكرية تهبط في مطار سقطرى وبدعم عسكري في نفس الوقت الذي كانت فيه اللجنة السعودية تلتقي مع دولة رئيس الوزراء هناك طائرة إماراتية تقوم بإنزال جنود وإنزال معدات عسكرية جديدة في مطار سقطرى. تحدي واضح، استفزاز واضح لنا كيمنيين وأيضا للمملكة العربية السعودية. نحن نعي أن المملكة في موقف لا يمكنها أن تتحدث ولا يمكن لها أن تتخذ حتى إجراءات ولا يمكن لها حتى أن تتخذ موقف، لكن نحن كيمنيين سنتحدث، نحن كيمنيين لدينا المساحة لكي نتحدث عن وطننا، هذا وطننا ونحن نخاف على وطننا، ونحن أيضا سنقف ضد أي طامع في اليمن. التحالف العربي حينما جاء اليمن لم يأتي من أجل أن يأخذ سقطرى كمجهود حربي،
ولم يأتي يأخذ ميون كمجهود حربي أو كجائزة لمشاركة. يعني ليست صفقة. نعم ليست صفقات. نحن نقول أن الإمارات تريد بالمقابل حينما دخلت التحالف تريد أيضا إعطائها مساحة للعمل في اليمن. هذا حق مشروع بس. لكن هذا الحق المشروع في إطار تفاهم مع الدولة. يأتي في التفاهمات مع الدولة يفترض. مثلا أن يأخذوا ميناء عدن للاستثمار هذا يأتي في إطار الدولة وفي إطار مناقصات وفي إطار ما يتم الحديث عنه وما يتم يعني بحثه مع الحكومة الشرعية. لكن أن تأتي تفرض بالقوة وتأتي تفرض بالقوة في ميون في سقطرة في ميناء عدن في الساحل الغربي وأن تفرض علينا ميليشيات هي خارج إطار الدولة هذا غير مقبول ولا يمكن أن نقبله. وحق علينا كيمنيين أن نتحدث إذا لم نمتلك القوة لردها فنحن سنتحدث ونتحدث أمام العالم أجمع أننا نحن كيمنيين نرفض التواجد العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرة. طيب يعني هناك الحديث يعني مسألة التحدث هناك عديد من الشخصيات التي تحدثت حول ما حدث في سقطرة وربما الموقف الإماراتي بشكل عام ربما منهم عبد الله العفرار يتحدث عن رفض للموقف الإماراتي بسقطرة والتمسك بالشرعية. ما هو الرأي من هكذا مواقف؟ بالمناسبة هذا طبعا عبد الله العفرار هذا يعتبر من أحفاد السلاطين جزيرة سقطرة والمهرة وهو شخصية كبيرة ومؤثرة جدا في جزيرة سقطرة وهو بالمناسبة يعمل مع الشرعية ومعترف بالشرعية ويدعم الشرعية وهو اليوم أعتقد أنه وصل إلى محافظة المهرة وكان هناك احتفاء كبير وخروج للآلاف من أبناء محافظة المهرة لاستقباله بعد أن عاد. بالتالي نقول أن المهرة وسقطرة هي يرتبطون بارتباطات تاريخية كبيرة والإمارات حاولت طبعا في المهرة حاولت كثيرا الإمارات في المهرة أن تغير وأن تشتري ولاءات ولكنها فشلت وخرجت طبعا من المهرة وأبناء المهرة أثبتوا أنهم بالفعل كتلة واحدة أبناء المهرة وكما أعرف عنهم أنهم كتلة واحدة أنهم أيضا يحبون الدولة لديهم ولاء وطني لليمن والجمهور اليمني. يعني هذا الدور يأتي في إطار موافقة أو تحت مراقبة ربما الحكومة الشرعية تحت موافقة بكل تأكيد كل الشخصيات التي هي مرتبطة بالدولة هي حتى وإن كان هناك تباين في وجهات النظر لكن في الأخير تجمعنا دولة وبالتالي سلطان عبد الله العفرار تحدث حتى حينما كان المجلس الانتقالي في محافظة المهرة للعلم أن محافظة المهرة هي التي أوقفت عن جهية ما يسمى بالمجلس الانتقالي حينما تحدث عيسى أو عبد الله العفرار تحدث وبجواره أيدرس الزبيدي قال نحن لا نقبل الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة لا يمكن أن نقبل هنا الحزام الأمني في داخل المهرة وبالفعل تم إلقاء القبض على قائد حراسة أيدرس الزبيدي في محافظة المهرة لأنه حاول تهريب مجموعة من المطلوبين والذين كانوا في يعني كانوا في طريقهم إلى السجل المركزي في محافظة حضرموت. بالتالي يأتي حديث بن عفرار وكذلك كثير من القيادات وزراء وزير الدولة ياسر الرعيني تحدث وزير الشباب والرياضة تحدث الوزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى محمد مقبل حميري تحدث الجفة تحدث هناك كثير طيب من المسؤولين يعني يتحدثون عندما نتحدث عن هكذا شخصيات نعم. عندما نتحدث عن هكذا شخصيات وبالتجربة التي خضتها الحكومة الشرعية مع ربما محافظ عدن السابق وكذلك مع وزير الدولة السابق هاني بن بريك ألا يمكن أن يكون هناك نوع من التعويل خاصة بوجود تباينات أن تتحدث على وجود تباينات في وجهات النظر ألا يمكن المخاطرة بالتعويل على هكذا دور ليصدم اليمنيون فيما بعد بما حدث مع المجلس الانتقالي ومع عيدروس الزبيدي ومع هاني بن بريك في وقت لاحق لا أنا لا أعتقد أنه بالنسبة للمسؤولين الحاليين يعني وأنا أتحدث مثلا عن العفرار مثلا كشخصية تقول أنها تريد مثلا إقليما منفصلا عن حضرموت وشبوة طبعا هم مطالبتهم بأن يكون لهم إقليم خاص المهرة وسقطرة طبعا هو ليس وليد اللحظة هم تحدثوا في مؤتمر الرياض وكان هناك ما يسمى بالإقليم الشرقي يسموه كان يدعو إلى أن يكون إقليم لكن هي تأتي في إطار نحن ليس لدينا مشكلة في أن تطالب حتى بالانفصال ادعوا للانفصال ولكن لا تحمل السلاح لا تواجه الدولة لا تقوض الدولة لا تقوض أمن المجتمع. أما بالنسبة للدعوات فليدعوا أبناء المهرة حتى للانفصال حتى أبناء سقطرة حتى أبناء الجنوب لينادوا بالانفصال. الحراك الجنوبي من 2007 وهو ينادي بالانفصال ولكن عبر طرق سلمية. أما ما يقوم به الآن أيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي من حمل السلاح ووجود أكثر من 20,000 مقاتل تحت سيطرتهم والدعوة للخروج على الدولة والانفصال بقوة السلاح لا يمكن القبول به. هذه مغامرة وهذا طبعا لا يمكن القبول به. أما بالنسبة لعيسى العفرار وأبناء المهرة وسقطرة من حقهم أن يطالبوا بإقليم من حقهم أن يكون لهم دعوات خاصة بهم من حقهم أن تكون لهم أيضا خصوصية في أبناء المهرة من اللغة والآثار وغيرها من حقهم أن يطالبوا بهذا ولكن
ليس من حق أحد أن يحمل السلاح خارج إطار الدولة ويواجه في يده. نعم، وأبناء المهرة وسقطرى هم من أكثر اليمنيين الذين يؤمنون بالدولة ويريدون دولة ولا يمتلكون السلاح وليسوا متناحرين وليست ثقافتهم ثقافة العنف. وأبناء المهرة يعرفون أبناء الشمال يتعايشون في المهرة وفي سقطرى، هناك الكثير. أنا زرت سقطرى ووجدت أبناء الشمال متواجدين هناك، وهناك حب وهناك التقاء وهناك يعني علاقة اجتماعية وثيقة بينهم. طيب يعني كنقطة أخيرة وكسؤال أخير يعني بأقل من دقيقة، أستاذ مختار، ما المتوقع كموقف من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الأيام القادمة؟ ما هو المتوقع؟ أنا أقول لجميع أبناء الشعب اليمني، رئيس الجمهورية وصمت رئيس الجمهورية وصمت الحكومة هو ليس عجز. رئيس الحكومة يستطيع أن يقلب الطاولة على الجميع، ولكن نحن نقول نحن حريصين على أن لا تتحول معركتنا من معركة مع الحوثي الذي هو العدو الأول، وأؤكد على هذا الكلام أنه هو العدو الأول، وأنه لولا الانقلاب الذي حدث من قبل الحوثيين لما وصلنا إلى الآن، لما تم إنزال قوات إماراتية، لما عبثت الإمارات باليمن، هو بسبب الحوثيين. فنقول أن رئيس الجمهورية يتحرك ولديه يعني مواقف يقوم بها ولديه اتصالات يقوم بها، وأيضا الحكومة تستطيع القيام بالعمل الكثير ولديه الخيارات كلها متاحة. وبعد البيان هذا أنا أعتقد أنه ستكون هناك، في حال لم يتم سحب هذه القوات، أعتقد أنه ستكون هناك خطوات تصعيدية تبدأ ببيان وبعد ذلك موقف، وبعد ذلك أعتقد أنه سيتم يعني توجيه رسالة للتحالف العربي قد تصل إلى إنهاء مشاركة الإمارات بالتحالف العربي في اليمن. أشكرك أستاذ المختار رحبي، مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا في هذه الحلقة ضيفا عزيزا. كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش، وتحياتي أنا وجيه سمان وجميع العاملين في الطاقم الفني. إلى اللقاء.